تبارك الله على المنتخب العراقي، يعني مشرف العراقيين، ومنتخب بسم الله ما شاء الله يستاهل أنه يكون في الصدارة، يستاهل التشجيع من بلدان العرب. ونقول لهم مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني، وابعد على العراق يا حبي واختاني. عراقي محرحر وفلفل، وتحية العراق وإن شاء الله مربوح العراق وكل العرب. وعراقي يا عراقي درت في قلبي نار يا عراقي، حي العراق، حيو حيو العراق، حيو جمهور العراق، إن شاء الله مربوحة وربي يفرحكم ويفرح قلوبكم إن شاء الله. جمهور رقم 12، يعني لولا رب العالمين الجمهور هذا هو 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 الطعم، هو الطبيعة، هو الفاكهة، الجمهور هو الفاكهة. طبعا إن شاء الله إحنا نفوز 2-0، المباراة إن شاء الله تنحسم، بس فريقنا لياقته وتكتيكه ونفسيته كلها إن شاء الله جيدة جدا، إن شاء الله نكون نصر العراق. تحياتنا قناة التغيير. برأيي الخاص المنتخب العراقي هو الأقوى مرشح الأبرز للمنافسة على البطولة، وبحس أنا بينه وبين اليابان هن اللي حتكون منافسة قوية لإحراز اللقب.